زي ما هنينا الحقيقه اخواتنا واصدقائنا واشقائنا في المنتخب السعودي بفوزهم اليوم على المنتخب الارجنتيني، خلينا ايضا نروح لواحد من النجوم الكبار في منتخب تونس، النجم الكبير كابتن صبري جابالله مدافع منتخب تونس السابق. يا كابتن صبري اهلا بيك طبعا على شاشه قناه النادي الاهلي، وبنبارك لك على التعادل النهارده على الرغم من احنا كنا من الممكن جدا المنتخب التونسي ان يفوز في هذه المباراه. اهلا بيك وبشعب المصري وبمصر الشقيقه، مصر حبيبتنا حبيبة تونس الكل. طبعا اليوم كما قلت انت يعني المنتخب التونسي خسر نقطتين، يعني مباراة تعادل، روحنا ما تقدمنا فزنا بنقطة لكن خسرنا نقطتين حقيقي. اليوم المباراة يعني لازم نوصفها انا في تدخل العيدوني، اول تدخل للعيدوني مع الخصم، لخص العيدوني في التدخل هذاك، الصرخه اللي صرخها العيدوني نعم حارس المرمى حضور الشريف التونسي، الصرخه ذيك خرجت من القلب وخرجت من تاريخ تونس وخرجت من العروبه والانتماء معناتها للوطن، نعم هي اللي دخلت الفريق الكل يعني في المباراه، حطت الفريق في نقولوا في طريق يعني حرب لازم اليوم اللاعبين التونسيين يرفعوها اليوم، والحمد لله يعني خرجوا بنتيجه كويسه وكانت مباراه محترمه بالنسبه لتونس. يعني هل ترى النهارده ان كابتن جلال القدري المدير الفني للمنتخب التونسي استطاع ايقاف خطوره المنتخب الدنماركي؟ بالطبيعه احنا عندنا تقدير كبير للكابتن جلال اللي اليوم كان في المستوى الفريق التونسي، لكن انا ك لاعب يعني من جيل التسعينات ونعرف حتى جيل 78 ونعرف الفريق التونسي ونعرف التوانسه اللي كما المساريه كما المغاربه كما اشقاء معناتها السعوديين اليوم العرب يعني وصلنا لمرحله اللي ما عادش نجموا معناتها ما ندافعوش على العروبه ما ندافعوش على اوطاننا، يعني الفريق التونسي اليوم شفنا يعني اصرار كبير حقيقي رد فعل ورد معناتها ولعب يعني الحقيقه اللاعبين الكل ما نقولوش احنا جلال القادري قام العمل نتاعو، احنا فرحانين اللي اطار فني تونسي، لكن اللاعبين في الحقيقه كانوا في المستوى وخصوصا في الحضور الذهني، يعني دخلوا في المباراه يعني الدقيقه الاولى لاعبين تونسيين بالفكره التونسيه، يعني احنا نعرف ان الفريق التونسي يتميز النضج التكتيكي والانتقال السريع يعني من الناحيه الدفاعيه الهجوميه والعكس هذا صحيح، اليوم شفنا فريق يعني متماسك، شفنا فريق يعني معناتها الفرص اللي جات للفريق التونسي جات بذكاء، نشوف الكره المصريه الكره التونسيه الكره العربيه بصفه عامه، اليوم شفنا الدنمارك واحد واحد يساوي اثنين، يعني الدنمارك تلعب في كره سهله كرة ما فيهاش يعني احنا نقولوا بالفرنسية كرياتيفيتي يعني الخلق والابداع. لمسات يوسف المساكني لمسات سميتي لمسات ما فماش في الكرة الدنماركية، يعني شفنا الكرة اللي الفريق التونسي حفظ الفريق الدنماركي من 10 دقائق الاولين حفظه يعني ما فماش خطر، فهمت يعني شفنا 10 ولا 12 كرة ثابتة. ما قاعدة تعاد يعني نفس الضربة أنا الطايل الثاني فما لاعب ولا اثنين يمشيوا معناتها يعملوا البلوك، يعني الفريق التونسي عرف نقاط قوة الفريق الدنماركي الكل مع الإصرار مع اليوم يعني صدقتنا السعودية يعني الحق يعني هي اللي نورتنا اليوم السعودية نورة العرب ونورة المسلمين كل ما هو انا لسه كنت هسألك يا كابتن صبري، هل الفوز المنتخب السعودي على المنتخب الارجنتيني النهارده قد يكون له دافع للمنتخب التونسي ان هو يلعب امام المنتخب الدنماركي بهذه الطريقه الرائعه؟ على الاقل انا بالنسبه لي الشوط الاول المنتخب التونسي كان من الممكن ان يخرج فائز 2-0 كورتين بجونين الحقيقه، يعني أكيد يعني الوجه المشرف اللي راوه معناتها الإخوة السعوديين
واللاعبين يعني نقولوا احنا الكومبورتمون يعني التصرف نتاعهم مع فريق كبير كما الارجنتين فريق مرشح معناتها باش يفوز بكاس العالم اكيد باش يعطي شحنه معنويه باش يدخل ثقه اللاعبين العرب الكل يعني اليوم الحقيقه كجمهور كلاعبين زاد ما ننساوش ان اليوم كاننا نلعبوا في تونس يعني حقيقي ما نمروش مر الكرام ونشكر الاخوه القطريين على الابداع وعلى الفخر اللي حسينا بالفخر يعني صحيح حقيقه قطر يعني كانت اليوم معناتها كل دوره كامله وتحضيرات يعني عالميه تحضيرات في مستوى عالي اللي خلتنا كعرب يعني كنا سعداء وقربتنا لبعضنا يعني تحس قربنا لبعضنا العرب الكل حقيقي كاس العالم هذا يعني ولدت كينا دوله واحده وان شاء الله نخلطوا يا رب ان شاء الله نقربوا الصفوف ان شاء الله ان شاء الله في كابتن على راسنا ان شاء الله. كابتن صبري اخيرا كيف ترى المباراه المقبله امام المنتخب الاسترالي؟ يعني لغايه دلوقتي قبل ما اخش كان المنتخب الاسترالي مغلوب الحقيقه من المنتخب الفرنسي وبالتالي هتكون مباراه صعبه جدا. سجل الهدف الرابع فرنسا اللي كان هدف يعني كل واحد الكاو يعني هدف صعب حتى من ناحيه المجتمعيه بالنسبه للاعبين الاسترالييين لكن هذا ما يخليناش يعني نستسهل للفريق الاسترالي اللي دخل في المباراه يعني الفريق الفرنسي ما دخلش في المباراه كويس لكن الفريق الاسترالي كان حاضر يعني ذهنيا شفنا معناتها الفريق الاسترالي عنده عديد اللاعبين اللي نجم يعملوا فارق الفريق الاسترالي طموح الفريق الاسترالي يعني اليوم شفنا حتى الفريق التونسي من ناحيه اللياقه يعني 60 دقيقه فما ثلاثه لاعبين انا حبيتهم التغيير يكون 60 دقيقه يوسف مساكن يعني كان بواجبه كان رائع الحقيقه المساكن النهارده نعم اي كان رائع لكن تعب تعب يوسف مساكن تعب جبالي زاد تعب وبن سليمان من بعد تدخل فلوسي يعني زلنا نقرا حسابنا في زاد في حكايه اللياقه خاطر الفريق الاسترالي معقول فريق يعني يتصف بالمواصفات البدنيه يعني قوي بدنيا نعم ان شاء الله معناتها الفريق ان شاء الله في يومه ان شاء الله نقدر يعني عادي حكايه استراليا فوز اللي يخلينا معناتها الحق وحل تونس كامله مع الفرنسا كل العرب احنا ما تعطشين فرنسا لها الفرحة ما تعطشين لها المرور للدور الثاني ان شاء الله الفريق هذا فريق جيد قادر يكون معناتها سباق ويكون هو يدخلنا للتاريخ ان شاء الله يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا للنجم الكبير نجم منتخب تونس السابق كابتن صبري جاب الله. بشكرك يا كابتن على وجودك معانا.